يا ابني من هنا عشان اقعد مع الهانم. سليم بيل عطار. أنا هنا سليم بيل عطار، مش عمك سليم، وإحنا اتنين ما يعرفوش بعض، واتقابلوا هنا في الكباريه زي ما انتي شايفة. بس أنا أول مرة أشوفك بتسرق. عشان أول مرة تشوفيني هنا، وهنا مش هتشوفي غير الناس اللي جاية تشرب وتسكر وتنبسط، والناس دول بقى حياتهم غير حياتك، ظروفهم غير ظروفك، مش شبهك. بس هنا الناس كلها لازم تبقى شبه بعض، فيا إما هما يبقوا شبهك، وده مستحيل، يا إما أنتي تبقي شبههم. قوليلي بقى يا ست سلمى، تحبي تشربي إيه؟ برافو عليك يا مروان، بصراحة كنت خايف قوي انك ما تقدرش عليها. ما اقدرش عليها؟ انت تؤمر. عموما انا كده عملت اللي عليا ولجمتها لك. مفيش حد دلوقتي بيعمل حاجة لوجه الله. انت كنت بتساومني. مسألة حصتي في التجارة دي حقي، ولو هناخدها بالأدمية، ما انت عليت ناس كتير قوي جنبك وانا أقدم منهم. طب بقول لك يا مروان، داليا ما عندهاش نسخ تانية من الملفات دي؟ ما اعرفش، بس ما اظنش واحدة بالذكاء ده هيفوتها حاجة زي كده. يعني ايه؟ امال انا هقبضك التمن بناء على ايه؟ ما احنا قلنا بقى، انا خدمتك ومنعتها انها تنشر ورق مهم على الهواء. لو النبي. يعني ممكن تنشرها في اي حتة تانية؟ طب ونعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبك من الهكس ده بقى، انت مش عايز تكبر وتبقى اكبر من كل اللي حواليا، عايزك تجتهد اكتر. انت قصدك طب شوف بقى يا سيف بيه، انا اكبر بكتير قوي من التكلفات اللي زي دي، وانت عندك ناس كتير يقدروا يعملوا لك الموضوع ده ويخلصوك من دالي. كمل جميلك بقى. هو كده كمل. خسارة. خسارة يا مروان. ما حد فيكم يتكلم بقى ونخلص. ما انت عامل لنا رعب يا حضرة الظابط، مش عارفين نتكلم. خلاص الكلام انت يا شاه. بصراحة احنا كنا مستنيين ان انت اللي تقول يا طارق. يعني يوسف جه ومشي واحنا لسه ما ردناش عليه. مالكيش دعوه بيه خالص. ليه يا طارق؟ والله الولد شكله كويس، حرام عليك. هو انت عايز تخلص من اختك بالسلامه ولا ايه؟ على فكره لسه ما زهقتش منها، هي رخمه اه صحيح، بس انا لسه ما زهقتش منها. انا عايزها يوم ما تتجوز تروح بيت أأمن من ده. انا مش عايز اخلص منها يا طارق، انا عايز اطمن عليها. خلاص يبقى نستنى شويه. ها كل حاجه هتعرفها في الوقت المناسب.
هسافر القاهرة. ليه يا حسن؟ ما تقول لنا مصاريف المستشفى اللي قال عليها الدكتور واحنا نتصرف ونلم من بعض اسهل. تتصرف ايه يا عزيز؟ لا طبعا. انا اروح القاهرة واخد من عم سليم فلوس. يا ابني لا تروح ولا تاجي. وما تشيلش هم الفلوس. ان جات على الدكان ولا حتة الارض حبيحهم. تسلم يا عم حمزة بس مش هينفع. هروح لعم سليم واخد منه فلوس وبعدين ده حقي. وحتى لو مش عشان يبقى عشان الست اللي اتمرمطت طول حياتها دي عشان خاطر ابويا الله يرحمه. خلاص يبقى انا مسافر معاك. لا يا عزيز خليك معاهم هنا كده افضل. خدوا معاك يا ولدي واني معاهم هنا. ما تقلقش. انا مش عارفه طارق بيعمل معايا كده ليه. بيعمل ايه يا بنتي؟ طارق بيحبك ومن حقه يطمن عليك. وبعدين واضح ان هو يعرف حاجات احنا ما نعرفهاش. طب ما يقول اللي هو عارفه. وبعدين انا كمان من حق اعرف. هو بابا لو كان عايش كان هيحصل فيا كده؟ الله يرحمك يا بابا. طب خلاص يا شهد. بصي خدي لي ميعاد مع يوسف. انا هقعد معاه ولو اقتنعت بيه هقنع لك طارق. بجد؟ ايوه. سامحني يا والي مش قادر اقول لك نورت بيتك ومطرحك لانه ما عادش لا بيتك ولا مطرحك. حقك يا موسى ما هو بقاش بيتي خلاص. عشان كده انا عشان تبني ضيف عندك. ضيف يا راجل قول كلام غير ده. الضيف بيت كريم وبتعمل معاه الواجب وانت عندي ما تحصلش تكون ضيف. بابني خدام يا موسى. خدام؟ فكرة مليحة خدام دي. بس ما ظنش يعني محتاجين حد يكنس الدار ولا ينظف حمامات. خليه من رجالتك يا موسى وانا هفضل طوعك وتحت امرك. قول لي يا والي انت جاي لوحدك ولا جايب معك حد يوصلك؟ معايا عبيدة وكم واحد من الشباب. وما خشوش ليه؟ خايفين منك يا موسى. خايفين لا تضربهم ولا تطردهم. لا قول لهم ما يخافوش. قول لهم يخشوا. يا عبيدة يا شباب تعالوا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب الدار نورت. يا سلام توحشتكم قوي. سلام عليك يا عبيدة. ليك ده تتكسف تخش على اخوك؟ يا راجل ده احنا اخوات. خوفنا تطردنا وما تقبلناش نبقى معاك يا موسى. فدي عندك حق. ايه يعني يا موسى؟ يعني انا ما لازمنيش ضيوف ولا خدميات. انا كل اللي يلزمني منيكم اني ما اشوفش خلاقكم دي تاني ولا نسيتوا اللي عملتوا فيا. فاكرين اخواتي فاكرين عشرة عمري فاكرين لما اتكترتوا علي وخليتوني مسختكم. فاكرين ولا فكركم؟ ما ينفعش الكلام ده يا موسى. كلمة تانية واقفلك تحت رجليك يا عبيدة. ايه جرحك طاب ولا تحب افكلك بيه؟ بينا رجالة هنزور خلتنا لما سيبنا اخواتنا وجينا هنا. تبقاش تغلط تاني. يلا رجالة مع السلامة يا اخوات. مع السلامة يا حبايب. قفلت يا بلدينا. امشي عادي وما تخليش حد ياخد باله. انت عاوز مني ايه؟ انا ممكن الم عليك الناس. انا ما بخافش منك. لو مش خايفة من اليتيم يبقى لازم تخافي من اللي يعرفوا اليتيم. تعرف ايه يا يتيم؟ عوض حبيب القلب. مش نمشي بقى؟ بس انا ما اعرفش حد اسمه عوض. وانا اللي كنت جاي اقول لك اني هخلصك منه. النبي صح؟ تخلصني منه كيف يعني؟ يعني كنت خليه ينساكي يبعد عنك ما يخرب لكيش بيتك. ربنا يكرمك ويسترك. امين يا رب. ربنا يخليكي. بس زي ما انت فاهمه
كل حاجة حلوة وليها تمن. عاوز ايه يا يتيم؟